ستة أعوام مضت على تحرير الأنبار ولا يزال ملف تعويضات الدور والمحال التجارية يراوح في مكانه دون تحقيق تقدم يذكر، حيث تتصاعد المطالبات بضرورة إنهاء معاناة المواطنين ليتسنى لهم إعادة بناء ما دمره الإرهاب مجددا. تصور قالوا لنا جيبوا السندات، روح القيمة المقامية، جاكم مستثمر وراح يبني لكم اياها ويسوي لكم اياها، وهاي كلها وعود كاذبة. الريش شخص يعني يجي صدره من المسؤولين كان من يكون الناشد، يعني بس يشوف معاناة اهل الشقر البيض ما يقولها الناس وين قاعدة. فاحنا نريد من عندهم يعني يسرعون بموضوع التعويضات، يعوضون الناس حتى الناس تقدر ترجع وتعيش حياتها الطبيعية. خبراء اقتصاد أكدوا لوان نيوز عن تعطل الحركة الاقتصادية في الأنبار جراء المماطلة في صرف مبالغ التعويضات، داعين الحكومتين المحلية والمركزية بالإسراع في صرفها لإنعاش الحركة الاقتصادية. السوق دائما يتحرك برأس المال، فإذا أطلقت هذه التعويضات وهذه مبالغ يعني جيدة جدا قد تنعش السوق المحلي وأيضا تحرك بعض المصانع والحرف اليدوية، يساعد على إيجاد فرص عمل محلية لتشغيل العاطلين عن العمل. وإضافة لذلك لا ننسى أن هنالك ربط مهم جدا في موضوع الاقتصاد وموضوع الأمن. وتبقى أحلام المواطنين معلقة بانتظار من يزحزح هذا الملف الشائك الذي عجز عن تحريكه الكثيرون. مناظر الخراب والدمار لا تزال شاخصة بعدد من الأحياء السكنية، حيث أقف الآن بمجمع الشقق السكنية غربي الرمادي، وصور الشقق التي انهارت على الأرض هنا أبلغ من الكلام. قتادة عادل، وان نيوز، محافظة الأنبار.